طبعا احنا بنتعامل مع تربه، في التربه اي ماده اي بكتيريا اي جرثومه اي جلد كارتك في التربه، بدك حرص لازم نكون لابسين قفازات في التعامل مع التربه حفاظ على السلامه. واحد ايده مجروحه ايده مكسوره ممكن تاثر على انه البكتيريا او الديدان او بيوض الديدان او بيوض الحشره تدخل من خلال الجرح الى الجسم، ولذلك الماء القفاز الماده ضروري انك تلبسها. هاي حطينا حبوب الحلبه على العينات السبعة، كميات تكون متساوية. طبعا الحلبة أخذناها نقعناها لمدة يومين، نقعنا حبوب الحلبة تقريبا لمدة يومين عشان نساعد على الإنبات. طبعا بتكون لما تكون البذور الحلبة مكشوفة معرضة للجفاف، معرضة للحشرات توكلها، معرضة للطيور توكلها، بتكون معرضة لأشعة الشمس، فبنحط كمية أكبر كمية مشان إن أي شيء بروح. هاي عينة الصخر، هاي عينة من الصخر بيربط فيها، طيب بيربط فيها.